ندخل بقى على الشغل بتاعنا النهارده اللي هو موضوع اليوتيوب. نفتح اليوتيوب. طب اليوتيوب انا عاوز اعمل قناه احترافيه ليا كاعلامي، عاوز اعمل لنفسي براند. يا ترى القناه انت هتعملها قناه خاصه بالربح ولا قناه خاصه بالتسويق؟ وايه الفرق بينهم؟ قناه للربح ولا قناه للتسويق لنفسك؟ تمام. القناه اللي خاصه بالربح، لو انت هتبدا من البدايه خالص تعمل قناه للربح، يبقى انت هتستهدف اجانب. تمام، يعني تعمل قناه باللغه الانجليزيه او اللغه الفرنسيه للاخوان من الجزائر او تونس، هستهدف اجانب. لو عملت التسويق لنفسي هستهدف طبعا عرب او البلد اللي انا موجود فيها، يبقى نكتب هنا عرب. ده اول فرق بين الاثنين. تمام. طيب لو انا هستعمل القناه للربح، هدور على الترندات اللي ماشيه. هقول لك ازاي تجيبها دلوقتي. حاجه اسمها ايه؟ ترند. ترند بس. تمام. لو انت عامل التسويق ماليش دعوه بالترندس، هيكون اللي بيهمني التخصص بتاع انا تخصصي في مثلا في التنميه البشريه، اعملها عن التنميه البشريه. تخصصي في التسويق، اعملها عن التسويق. يبقى في حاجه اسمها التخصص. ده فرق تاني بين ده وبين ده. تمام. طبعا دي حاجات فروق، وبعد كده نقول عوامل مشتركه في القناتين سواء تسويق او ربح. طب ايه تاني؟ في القناه الربحيه هشوف الحاجه الاكثر انتشارا واحاول ان انا اشتغل عليها عشان اكسب اكبر قدر من المشاهدين. يبقى الربح هبص على الاكثر انتشارا. يعني شايف اليومين دول الناس بتتكلم مثلا عن موضوع كورونا، فممكن اعمل فيديو ازاي تحصن نفسك من اذكار مثلا لو انت بتستهدف عرب، ازاي تحصن نفسك باذكار اسلاميه، ازاي تحصن نفسك بمعلومات طبيه لو بتتكلم مع اجانب، وهكذا. فبتشوف الاكثر انتشارا وتحاول تركز عليه. لو انت عملت التسويق تبقى تعمل اكثر انتشارا، انت برضه حسب التخصص، فمش هكتب حاجه في الجزء ده. تمام. طب ايه تاني ممكن اركز عليه؟ في الربح دايما بتلاقي الناس بتهتم بالصور الثابته للفيديو. الصور الثابته للفيديو اهو. يعني واحد عامل قناه عن الربح فعاوز الناس تدخل تشوف الفيديو، فممكن يجيب صوره ملهاش علاقه اصلا بالموضوع، بس مجرد ان هو يلفت انتباه الناس ويلفت نظرهم بحيث ان هم يدخلوا على الفيديو بتاعه ويبدا المشاهدات تزيد. هو ما يهموش ان الصوره دي موجوده في الفيديو او مش موجوده، يهمه ان هو يزود اكبر قدر من المشاهدات عنده على القناه بتاعته وعلى الفيديوهات بتاعته. فبيهتم بالصوره الثابته للفيديو. هنا لو انت عملت التسويق ما تهتمش بالصوره الثابته للفيديو، اي صوره هتكون صورتك انت، دايما تكون صورتك. صورتك تكون ظاهره في الفيديوهات. تمام؟ عشان حتى الناس مجرد ما تشوف الفيديو تعرف ان ده فيديو يخص فلان لو هو بيتابعك على اليوتيوب. ايه تاني في الفرق بين القناه الربحيه والقناه الغير ربحيه او القناه التسويقيه؟ هنا في القناه الربحيه موضوع حسب الحدث، وهو ده الترندز. يعني هي مش هكتبها، مكتوبه قدامكم مش محتاج انقلها. الاهتمام كثيرا بالمواقع المساعده، يعني دايما لما اجي اعمل فيديو لازم استخدم مواقع مساعده زي موقع اسمه هنشوفه بعد شويه فيد اي كيو، ومواقع الكي وورد فايندر، والمواقع اللي هنتكلم عنها دي بعد شويه في المحتوى. يعني يا شباب طيب هنا في لو انا عملت تسويق دايما ارد على التعليقات، اخد بالي من التعليقات وارد عليها. فده بالنسبه للتسويقيه، لازم ارد على تعليقات الناس. هناك مش شرط ارد على التعليقات ان انا اجيب مشاهدات كبيره وازود الارباح. فلو انت رديت او ما رديتش مش هتفرق قوي. اما لو انت القناه تسويق لنفسك فلازم واحد يعلق عليك بيقول لك مثلا انت عامل اعلان عن بيع عقارات، فبيقول لك العقار ده بكام؟ لازم ترد عليه. تمام؟ وتبدا تتواصل معاه عشان ما يدخلش القناه بتاعتك ويعمل لك ديسلايك او يعمل لك حاجه يبين ان القناه بتاعتك قناه سيئه قدام الاخر. تمام؟ لازم اربط السوشيال ميديا والواتساب. دي فين؟ في القناه التسويقيه. في القناه الربحيه يعني مش شرط قوي، هو يفضل بس مش شرط قوي ان انا اربط السوشيال ميديا والواتساب مع القناه بتاعتي. دي كده بعض الفروق بين الاثنين قبل ما نشتغل ونحدد احنا هنشتغل فين. طيب.
في حاجات مشتركه بين الاثنين. ايه الحاجات المشتركه بين الاثنين؟ ان انا بهتم بالعنوان وبهتم بالوصف للفيديوهات وبهتم بالتاجز. نقول يعني ايه تاجز بعد شويه. ده كده كعوامل مشتركه بين القنوات الربحيه والقنوات الايه؟ القنوات التسويق. لان انت عملت عنوان جيد بقواعد SEO، يعني اكتب على بالك الكلام ده كله اسمه SEO. SEO اختصار ثلاث كلمات Search Engine Optimization، يعني بالترجمه الحرفيه اللي هي تهيئه المواقع لمحركات البحث. هنا بقصد بيها تهيئه الفيديو لمحرك البحث. انت بتتكلم عن فيديو بيتكلم عن التنميه البشريه، لما واحد يكتب تنميه بشريه الفيديو بتاعك يظهر في الصفحه الاولى، تمام؟ طبعا ده بيدخل لك عدد كبير جدا من الزوار. لما تكون انت بتتكلم عن العقارات وكتبت كلمه عقارات، فالاس اي او لو انت عامله جيد للقناه بتاعتك هيدخل لك عدد كبير جدا من الزوار يوميا، وبالتالي يكون في ارباح اعلى بكتير لو انت مش عامل اس اي او. دي بتبقى عوامل مشتركه بين القناه دي والقناه دي، تمام؟ طيب لما اجي اعمل اي فيديو محتاج ثلاث حاجات اساسيه، سواء بقى ربحيه او تسويقيه. ايه الحاجات الاساسيه اللي عاوزها؟ اول حاجه هيكون عندك صور لعمل فيديوهات، لتكنيك العمل فيديو. محتاج يكون عندك السورس بتاع الفيديو. خلاص؟ ايه سورس الفيديو؟ هيكون ثلاث حاجات، اما صور او هيكون فيديو او صوت. وطبعا في الغالب السورس ده يبقى ايه؟ هيبقى التلاته، يعني مش هقول ده او ده او ده، السورس ده يبقى التلاته. دي رقم واحد اللي انا محتاجه. طب الحاجات دي بدخلها على برنامج مونتاج، صح؟ عشان ابدا اعمل الفيديو بتاعي واظبط الفيديو بتاعي، فمحتاج برنامج او برامج مونتاج، تمام؟ طيب وبعد ما اعمل برامج مونتاج دي محتاج ان انا اعمل برضو في الفيديو بتاع مقدمه ونهايه. عاوز محتاج مواقع لعمل مقدمه ونهايه. دول ثلاث حاجات اساسيه احتاجهم قبل ما ارفع الفيديو على اليوتيوب. محتاج صور، محتاج فيديو، محتاج صوت، وبرامج مونتاج ادخل عليه الكلام ده وابدا ادخلهم زي كده بنقول هندخلهم الخلاط اللي هو برنامج المونتاج ده، وبعمل عليه مقدمه ونهايه، وبعد كده بطلع فيديو احترافي على الجهاز، وبعد كده برفعه على قناتي على اليوتيوب. طب تعال نشوف بقى المصادر اللي هنشتغل معاها عشان نجيب الصور والفيديو والصوت. دي الشاشه بتاعتي، انتوا اكيد كلكم شايفينها. نشوف المواقع اللي هنجيب منها السورس ده. طيب اول حاجه عشان اجيب صور او فيديو عندي كذا موقع. اول موقع، موقع اسمه بيكسا.com، تمام؟ الموقع ده فيه ميزه جيده جدا ان عنده صور احترافيه ممكن انا احملها، وعنده ايضا فيديوهات احترافيه. طب انت هتعمل الشغل بتاعك عن ايه؟ انت مجال شغلك عباره عن ايه؟ طبعا بتشوف حاجه اسمها الترندز الاول، هرجع لها بعد شويه، بس تعرف الصور هنجيبها من هنا، وتبدا تحدد انت هتشتغل في ايه. واحد مثلا هيشتغل في مجال الماركتنج، هنكتب ماركتنج او الديجيتال ماركتنج ايا كان. هنا انا بعمل صور عن الايمج، عن الصور الخاصه بالماركتنج. ممكن اعمل سيرش عن الفيديو، او اعمل سيرش عن فيكتور اللي هي الجرافيك اللي هي الرموز وهكذا، تمام؟ تعال نعمل سيرش كده عن الايمج بتاعت الماركتنج. دي كلها صور، وصور طبعا غايه في الاحترافيه، اقدر استخدمها سواء في القنوات اليوتيوب او في البوستات الموجوده على الفيسبوك او في التويتر او في لينكد ان. كل دي صور احترافيه وغايه في الجمال زي ما انتم شايفين، تمام؟ كل مطلوب منك هتاخد الصوره تحملها، وبعد ما تحملها تقدر تضيف عليها اسمك او تليفونك او ايا كان باي برنامج تعديل على الصور، او حتى برنامج الرسام، البرنامج البسيط خالص تشتغل عليه. تعال ناخد صوره زي كده مثلا، بما اني بتكلم على اليوتيوب افتح الصوره دي، عاوز احمل الصوره عندي، هتلاقي في حاجه اسمها فري داونلود. طبعا في بعض الحاجات فري وبعض الحاجات مدفوعه، تمام؟ لو ما لقيتش فري داونلود موجوده ممكن كليك يمين وتقول له سيف ايمج از، هي هي.
تمام؟ تقدر تحمل الصورة وتكتب عليها وتحطها عندك في الفيديو. تعال نحملها ونعمل فيديو بالفعل. أعمل فولدر الأول هنا كده عشان نشتغل عليه عملي مع بعض. أقول نيو فولدر وأسميه مثلا، أسميه فري ليكتشر محاضرة مجانية. ناخد الصورة دي كده ونبدأ هنعمل فيديو دلوقتي. نرجع للموقع هقول له فري داونلود. هنا بيقول لك الدقة اللي أنت عاوزها كام. طبعا لو أنا اخترت أعلى دقة دي هيقول لك ادفع. طب خلينا في الدقة العادية دي داونلود. هنا بيقول لي اثبت إن أنت مش روبوت. تمام، بيقول لك موتور سايكل هتختار دي ودي ودي ودي. هيبدأ يحمل لك الصورة داونلود. اتحملت معاك ستورز، اتحملت هنا. هاخدها من هنا كده شو الفولدر. ادي الصورة هي كنترول اكس اللي هي قص، واحطها عندي في الفولدر ده بلس. دي أول صورة. ناخد كمان صورتين ولا حاجة من الموقع ونشتغل معاهم. أرجع تاني باك وليكن أنا هاخد الصورة دي. نجرب كده كليك يمين على طول في سيف ايمج از اهي، نشوف هتنفع ولا لا. بس هنا هيجيبها لك ويب، ويب مش هينفع. انا عاوز يكون صوره جي بي جي، يبقى لازم افتحها الاول. فري داونلود نفس الطريقه داونلود. اقول له ايم نوت روبوت. هيسالني بيقول لي بريدجز اللي هي كباري. ادي كوبري 2 3 فيرفاي واقول له داونلود. خلاص اكتفي بالصورتين دول، انتوا عرفتوا الطريقه. ده موقع اقدر احمل منه ايه صور. ادي الصوره ايه، اقول له شو الفولدر وناخدها من هنا كات او قص ونحطها هنا بيست. تمام، بنفس الطريقه ممكن احمل فيديوهات من الموقع. وانا ببحث ممكن هنا اقول له عاوز ماركتنج، بس المرة دي ابحث لي عن فيديو واعمل سيرش. هيبدأ يجي لي فيديوهات خاصة بالماركتينج اهي. اقدر اشوف اي فيديو وابدأ اعدل فيه واعمله. يعني اعمل ماركتينج بلان دي مناسبة جدا. تمام، ناخد مثلا الفيديو ده. ادي الفيديو وفي كلمة داونلود فيديو كليب. اقول داونلود، بس ده بيقول لي 18 كريدت، يعني غالبا ده هيطلب مني فلوس. اشوف طلب فعلا، طلب فعلا. خلاص سيبك منه. هنا بيقول لك اشتري، لان كنت حملت منه اكتر من مره. بيسمح لك تحمل في الاول مجاني، وبعد كده بيقول لك اي ستوك، يدخلك على موقع ثاني ويقول لك ادفع فلوس. خلاص سيبك من الموقع ده، نخش على الموقع الثاني. الموقع الثاني اسمه بيكسل، يبقى ده بيكسل بي، ممكن اجيب منه صور فيديو. الموقع التاني اسمه بيكسل دوت كوم. اهو بيكسل دوت كوم. اقدر اعمل سيرش برضو عن الحاجه اللي انا عاوزها. ممكن هنا اعمل فيديوز، اختار فيديوز من البدايه او ديسكفر ان انا اختار. ودي صور احترافيه زي ما انت شايفينها، وفيديوهات ممكن انا احملها واشتغل بيها. طيب تعالى كده نشوف الفيديوهات اللي عنده. خش على فيديوز. قبل بعد الفيديوهات انا اختار اي فيديو بقى، يعني اختار فيديو. طبعا لو عاوزك ترندنج ولا نيو التصنيف بتاعك ده مثلا مناسب للديجيتال ماركتنج، مجرد ما اقف عليه هتلاقي فيه كلمه داونلود. اقول داونلود، بدا يحمل لي الفيديو تحت. اهو يا شباب بيتحمل تحت. تعال بقى نشوف ازاي نعمل فيديو كده بسرعه. كده عرفنا نجيب الصور منين. طب الصوت،